نروح لك على اللحوم، ازاي تفرق ما بين اللحمه الطازه الكويسه واللحمه الفاسده؟ طيب واللحمه بتاعت الاضحيه دي ربنا يا رب يكرمكم جميعا ويزيد عليكم جميعا وتذبحوا كده وتوزعوا على خلق الله قدر الاستطاعه، ازاي تقدر تحفظ هذه اللحمه؟ دكتور نبيل بكير عميد كليه الطب البيطري جامعه دمنهور واستاذ الامراض المعديه، اهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أستاذ يوسف، إزاي سيادتك؟ إزاي حضرتك؟ كل عام وسيادتك بخير. وحضرتك بالصحة والسلامة، قول لنا يا فندم نفرق ما بين اللحمة الكويسة واللي مش ولا بد إزاي؟ متشكرين والله أستاذ يوسف، دايماً حضرتك كده يعني تختار الوقت الصح، هو فعلاً دي أيامها طبعاً، لكن اسمح لي في البداية طبعاً إن أنا أهني سيادتك وأهني كل المعدين والمخرجين وقناتنا الجميلة وقناة مصر طبعاً الأولى بعيد الأضحى المبارك. الله يخليك. وإن شاء الله موفقين دايماً. ثانياً حضرتك مهم جداً تتناش الاعياد، لازم اهم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشنا العظيم والشرطه المهره وطبعا كل القاده السياسيين شعب مصر العظيم، بعيد جدا عيد رقم لكن هنتكلم بخصوصه في موضوع اللحوم وغيره. العيد الثاني حضرتك عيد 30 يونيو، ايوه حضرتك بتقول كلام جميل من شهر، طبعا ده حاجه عظيمه جدا. الله احنا السنه دي حضرتك المفروض نعظمها اكثر لان شفنا الدول جنبنا بتنهار، تمام؟ فلازم حضرتك 30 يونيو احتفال السنه دي يكون احتفال خاص نابع من قلوبنا، لان حضرتك الثوره دي حافظت على مصرنا العزيزه وخلتنا مصر تقود الامم ومصر وضع داخل العالم كله، مش العالم الاسلامي ولا العالم العربي فقط. العيد الثاني حضرتك اللي الاعلام ما نوهش عليه خالص، الاعلام ان مصر منظمه الصحه العالميه اعلنت مصر خاليه من فيروس سي نتيجه جهد عظيم من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادره 100 مليون صحه، اخر حاجه 100 يوم صحه وهكذا، دي حضرتك برضه لازم نعرض عليها لان نقطه مهمه طبعا. جدا الدوله المصريه شغاله صح. العيد بقى حضرتك المهم جدا ومخصوص لمحافظه البحيره زياره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الاربعاء 14/6، دي حضرتك احنا بنعتبروه عندنا في محافظه البحيره عيد ثاني قومي لمحافظه البحيره. أنا بكلم سيادتك عميد كلية الطب البيطري، دي كلية خدمية موجود داخل المجتمع، أنا حضرتك مدرب معتمد مودة، منصة حياة كريمة في جامعة دمنهور، موجود داخل المجتمع من خلال شغل المتواصل معاهم، حضرتك كان زماني النسبة بتبقى 18%، عدينا خلال الجامعة لها دور قوي جدا في التوعية في الانتخابات انتخابات فخامة الرئيس، عدينا 42%، ثم بعد ذلك الرئيس في ال 14/6 اللي فات عطت روح معنويه عاليه جدا في الشعب البحراوي بشكل عام، الشعب البحراوي يا ريس، وانا بقول لحضرتك وانا واحد موجود داخلهم، موجود منهم معاهم يوميا، ان شاء الله في الانتخابات الرئاسيه القادمه شعب البحيره هيبدع شعب البحيره حس بقيمه مصر، حس بقيمه ان مصر موجوده، مصر قائمه، مصر في حد كبير جدا يستاهل كل الدعم ده علشانها هو وكل ما يملك، وخاصه عايشين الدنيا حوالينا ايه، فان شاء الله مصر خير. واحنا طبعا بناشد مصر عمرها ابدا ابدا مصر عمرها ابدا 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 ما هتنسى اللي كان قلبه من حديد علشان خاطر يعرف يحمي البلد دي يعني، فدي حاجة هتفضل كمان باقية في التاريخ الطويل طبعا حقيقي يعني. تعالي بقى نخش في موضوع اللحمة، قول لي موضوع اللحمة حضرتك طبعا دي حاجة مهمة جدا، ودي وقتها مهمة جدا ان اللحمة السليمة بتبقى لونها احمر وردي، اي لون غير اللون الاحمر الوردي فهي كده لحمه مش سليمه مش مظبوطه، تمام؟ تقول لي يا دكتور ما ممكن الاكل نوع الاكل بتاع الحيوان ياثر على لون اللحمه، مظبوط، السلاج فقط، تمام؟ السلاج وممكن الذره، السلاج يخلي لون اللحمه يبقى احمر غامق، تمام؟ وقد تكون عندما نحطها في الشوربه او نحطها في الثلاجه تغمى تميل للسواد، او اكل الذره المستمر يديها اللون الاصفر. طب ازاي افرق حضرتك دور الذره ولا ديت لحمه مرضيه؟ من خلال انا بشوف الدهنه عند بيت الكلاوز، الناس كلها عارفه الكليه فين وبيت الكلاوز بيبقى حوالي دهنه، لو الدهنه دي حضرتك وضعها بشكلها الطبيعي مش واخده لون كانها جيلي كده، يبقى ديت ايه؟ يبقى لو طبيعي يبقى الدهنه طبيعيه، بس الصفره دي صفره طبيعيه نتيجه للاكل. لو ما بفتح في المفاصل اللون اللي هو الفضي، سائل فضي لزج، يبقى دي برضه طبيعيه، اي تغيير في لون المفاصل يبقى كده اللحمه دي ايه؟ مش مظبوطه. مهم جدا حضرتك ان لما احط اللحمه في الثلاجه والاقيها اخضرت، تمام؟ او اللحمه بدات تبقى مرهرطه والناس عارفين عليها مرهرطه، الملمس بتاعها مش مظبوط او ريحتها مش مظبوطه، كده دي لحمه مش سليمه نهائي. وانا بشتري من عند الجزار برضه اخد بالي من النقط دي كلها. طيب حلو خالص، احنا كده عرفنا اللحمه اللي مش قد كده او اللي مش ولا بد هنفرقها ازاي. انا بشكرك جدا يا دكتور. طب الدوله حضرتك عملت دور في النقطه دي؟ طبعا انا كليه الطب البيطري كلها خدميه موجود داخل المجتمع بشكل عام،
حضرتك عندنا الخريجين بتوعنا والطلبه اللي لسه رايحين من الرابعه الخامسه اللي خدوا تدريب كامل بدانا حضرتك اليوم كل واحد في القريه بتاعته، انا مش هكلفه يوم عيد وبيحتفل مع اهله، ودايما اذا اردت ان تطاع فامر بما استطاع، انا بخلي الموضوع دايما بختار الحاجات السهله في حياتي. ينزل للجيران ويكشف لهم على اللحمه، وخاصه مش هنقول ان كل يودي المجزر الى جانب الدوله مشكوره عامله شوادب للدفع واللحمه بنشتري من عند الجزار تكون لحمه مختومه، لكن كتير بصراحه خلينا واقعيين موجوده في البيت بيذبح عنده في داخل البيوت، تمام؟ فخليك تتابعوا معاه وشوف الدنيا بتبقى ماشيه ازاي، ويبدا يكشفوا على اللحوم واي حاجه مش مظبوطه يبدا ان هو ايه؟ ان هو ينصح الناس ان هو يتخلص من الربع ذات او يرمي الكبده ديت او اللحمه دي الجثه مش مظبوطه، او يعمل حضرتك مهم جدا برضو ان 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 بالمناظر بقى حضرتك يا ريت تديني الوقت المناظر اللي احنا بنشوفها بقى، يقول عماله تهرب في الشوارع وتعرض اطفالنا وتعرض ممتلكاتنا للخطر، الكلام ده مش منطقي ولا مظبوط نهائي. لا 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 لا، هو السنه دي بصراحه احنا اتكلمنا النهارده في اول يوم العيد الموضوع قلل جامد عن السنه اللي فاتت. انا دخلت مع سيادتك السنه اللي فاتت وكان الموضوع ظاهره. السنه دي بقى الدنيا قلل جامد، ان عجول تنطلق في الشوارع وبيتعامل مع العجول او الحيوانات دوت غير مختصين، فيبدا يخاف من حاجه تطلع في الشارع، يجي بقى على ممتلكاتك السيارات والمنشات العامه والمنشات الخاصه ويبهدل لنا الدنيا، الكلام ده مش مظبوط. مهم جدا ان حضرتك احنا لما ننقل الحيوانات ديت لحد يريحوها قبل الدفن، ما يبقاش نسيبها في الشارع ده الاطفال عم يلعبوا بيها والناس تضربها، ويبدا هو حضرتك يزيد الادرينالين داخل جسم الحيوان، ده المفروض. ايوه ما يسيبهوش في الشمس كده متعذب وحران ومتبهدل، حرام يعني. اريحه تمام، وبعد كده لما اذبح الحيوان ده اسيبه يعمل ادماء كامل. انت تعرف ان سيادتك الحمد لله ما عملش ادماء كامل، يتشابه مع الحيوان المحموم، الحيوان اللي كان عنده حمى ارتفاع في درجه الحراره. يا ساتر. لما ناخد اللحوم دي تحطها في الثلاجه تغمق، وبعد كده ممكن تسود زي الدجاج. او لما اجي احطها في الشوربه برضه نفس الموضوع. يعني حضرتك حتى دي سيبها تصفي دمها على الاخر بقى. بس الحال لما بيحصل في الشنوجات دي مش معرفه، الشنوجات دي مش الشنوجات، الشنوجات ده حضرتك انا فصلت كل الدم الموجود في الحيوان، فصلت كل الاجهزه بتاعته، يبدا حرفي عصبي فقط هو اللي شغال، في شروط استشهادات شديده جدا بيدي اشراق الارم للاجهزه، تبدا تنقبض تطلع الدم اللي فيها، تنزل من خلال منطقه المذبح، تمام؟ تطحن كده تعمل، عشان كده مهم جدا تسيبه يسيب تنقص كده وتتم. ايوه مظبوط، صح صح مظبوط 100%. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور واستاذ الامراض المعدية.